احنا تفاجئنا بزاف بهذه المؤسسه اللي جينا لها اليوم باش نسجلوا ولادنا، ولكن تفاجئنا بهذا المشكل الكبير اللي لقيناه. لقينا استاذه امال مغادره المؤسسه، الطاقم ديال الاساتذه مغادرين، الاطر المزيانين اللي كانوا حاطينهم ذاك العام مزيان، ولادنا تبارك الله طلعوا بواحد المستوى مزيان، وقفوا معاهم داروا لهم الدعم على احسن ما يرام. ولكن المشكل الكبير اليوم تفاجئنا، جينا غنسجلوا وليداتنا، لقينا المؤسسه فارغه، فيها طاقم جديد، فيها اساتذه جداد، يعني ما كاينش مع من تهضري، دول المستوى بصراحه، دول المستوى. دابا شنو الحل في نظركم؟ هاد الاستاذه امال دارت واحد المجهود كبير، خدمت عليه طيله السنه، العام كله طيله السنه باش ترفع من المستوى ديال المؤسسه، ولكن المؤسسه رجعت اللور، رجعت دابا اللور، كتبان لي بان رجعت اللور. اساتذه يعني دعمتهم يعني وفرضت عليهم شروط خاصه باش يديروا الدعم للتلاميذ اللي كانوا ناقصين بزاف، ويعني المستوى ديالهم طلع كلهم تبارك الله، نجحوا بواحد النقطه زوينه، كلهم توفقوا، من ولدي انا جاب نقطه زوينه، يعني حتى المستوى ديالو طلع ارتفع. لا في فرنسيه اساتذه كانوا مايور زعما بصراحه، كانوا كيخدموا معاهم بدون نقاش، يعني كيشوفوا الدري ناقص كيخدموا معاه مزيان، ولو يبقوا غير جوج تلامد في القسم كيبقاو يخدموا معاهم. ولكن اليوم كنتفاجئوا بهذا الشيء اللي دار هذا السيد صاحب المؤسسه، ماشي معقول بصراحه، ماشي معقول هذا الشيء اللي دار. احنا كنطالبوا بهذا السيد يتراجع على هذا الشيء اللي دار، ماشي في صالحنا، ماشي في صالح ولادنا، ولادنا تصدموا، ولادنا ولفوا المؤسسه، يعني خاصكم بصراحه توقفوا معنا. احنا كاباء كنصرحوا بهذا المشكل، هذا راه مشكل كبير، ما رضيناش به. مؤسسه تغيرات في رمشه عين، تغيرات، ما بقاش داك الشيء اللي كنا ناويين ولادنا يزيدوا لقدام ويقراوا ويكونوا متميزين، ولكن صدمونا بهذا الشيء اللي داروا بصراحه، صدمونا واحد الصدمه ما كناش كنتخيلوها صراحه في هذا السيد. انا ام من واحد التلميذ هنايا، جيت اليوم باش نسجل ونقيد، لقيت عطيت الاداره، وملي خرجت لقيت اداره اخرى، ما عرفتش انا لما نعطي لقيت المشاكل. فاش كيقرا ولدك؟ ولدي كيقرا غيطلع للثامنه، ما تبدلوا الاساسي، ما كاينش الاساسي بعدا كاع فين يقرا، طلع ما كاين يلاه مدير واستاذ كيدور في المدرسه. خرجت لقيت الامهات دايرين هنا برا خارجين مجتمعين، حتى وحده ما قيدت ولدها، وانا دابا سبقت تسبيق عطيت الاداره، خرجت لقيت ثاني ما عرفتش شي عام يلا عام باش دخلته. داك العام الاول؟ السابعه، قررت السابعه ودابا غيطلع الثامنه. ما كاينش والو، والو ما كاينش، ما كاينش. انا طلعت شفت المدرسه خاويه، ما كاين والو، مع من غدوي؟ ما كاينش كاع اللي غيعطيك شي كلمه. عطيت دابا تصبيق وخرج قال لك واخا ولدك يقرا، ملي ما لقينا لا اساسيد لا والو. المطالب بغينا الاساسيد اللي كيقراو ولادنا، كانوا مزيانين داك العام، بغينا هادوك اللي كيقراو ولادنا يكونوا تبدلوا علينا.